اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي فضيلة. الله يا ربي وارض عن الصحابة، الله يا ربي وارض عن السلالة، الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا مشايخ. الله يا ربي فارحم والدينا، الله يا ربي وارحمنا جميعا، الله يا ربي وارحم كل مسلم، الله يا ربي صل على محمد، الله يا الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا ربي واغفر لكل مذنب، الله يا ربي لا تقطع رجانا، الله يا ربي يا سامع دعانا، الله يا ربي بلغنا نزوره، الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا ربي وأمانا، الله يا ربي واسكن جنانا، الله يا ربي أجرنا من عذابك، الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا الشهادة، الله يا ربي حيطنا بالسعادة،
الله يا ربي واصلح كل مصلح، الله يا ربي واكفي كل مؤذي، الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، الله يا ربي نختم بالمشفع، الله يا ربي صلي عليه وسلم، الله يا ربي صلي على محمد، الله يا ربي صلي عليه وسلم، الله يا ربي صلي على محمد، الله يا ربي الله يا ربي صل على محمد، الله يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستذرع فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضواني يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شاء
أحدهم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب، واسمه حكيم بن مروة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسبوا تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. وأكرم به من
نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لإسمه. تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سودسيا، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجان جنى. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية. وبشرت الجن بإضلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية،
ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمل مد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا فاضيا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر
أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. من رأى وجهك يسعد، يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، وردنا يوم النشور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع. أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع، كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. ربنا صل على من حل في خير البقاع، فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع، وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داع. طال البدر علينا
صلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آل وصحب ما سعى لله ساع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أنت غفر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا وامه عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الغراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب فقار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم.
وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض الحديد بالحسن العرنين أقناه بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدراه يتلألأ وجهه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه عطر بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه
ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى، وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية، وبلغ ضاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dilanjutkan dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah. Amin. Ya man idza rufi'at ilaihi akuful 'abdi kafah. يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية، آمين، عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، آمين. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، آمين. يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، آمين. يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية، آمين. وأرشد بفضله من استرشده واستهداه، نسألك اللهم بأنوارك القدسية، آمين، التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، آمين. ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، آمين. ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، آمين. وبآله كواكب أمن البرية، آمين. وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية، آمين، الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، آمين.
وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية. آمين. الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله. وفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية. آمين. وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه. وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية. آمين. وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا. آمين. وتكفينا كل مدلة همة وبلية. ولا تجعلنا ممن أهواه هوى. آمين. وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية. آمين. وتمحو عنا كل ذنب جنينا. وتمحو عنا كل ذنب جنينا. وتمحو عنا كل ذنب جنينا. وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه. وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه. آمين. وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية. آمين. برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية. آمين. ولكل راج ما أمله فيك رجاء. وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية. آمين. فحقق لنا ما منك رجونا. آمين. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية. وأعظم الأجر لمن جعل هذه الخير في هذا اليوم وأجراه. آمين. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية. آمين. واسكنا غيثا يعم ثياب سيبه السبسب ورباه. آمين. واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية. آمين. سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى. آمين. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية. آمين. واجعل مع المقربين مقيله وسكناه. آمين.
واستر له عيبه وعجزه وعصره وعيه. آمين. وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأضعاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية. آمين. وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية. آمين. وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. كم مسلمين dan مسلمات yang berbahagia, demikianlah pembacaan maulid berjanji, dan akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.